اكلات يعني جديده احبك تجربها. والله شكرا شكرا. ايه رايك؟ تمام. بالزيت زيتون كل يعني احدث حاجه نزلت. ما كملتش دوت؟ كمل. لا لازم تكمله. لازم تعمل تشرب بيبسي وبتاع. كمل بقى ده. الله يستر. لا 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 ليش غير يحمل بعدين؟ لا كويس كويس صحيح وبيكون وياي. لو حصل حاجة عند علي بالليل. خلاص حضرتك خلاص. ده بالنسبة للفاتورة بتاعت العينات. الحساب كله؟ لا لا بتاع العينات بس ديت. بس دول بيدفعوا كاش بقى؟ طبعا اكيد دول كاش عشان ال لا لا كاش. لا بالنسبه دوت حضرتك ممكن تمضي عليه على الاوتيل على الغرفه يعني. خلاص انا قفلنا. بالنسبه لل الغرفه ايوه الغرفه خلاص انا قفلت حساب. لا لسه سلمت. انا تشيك اوت. ما تشيك اوت انا عندي كمان النهارده برضه. اي حاجه كاش بقى كيف؟ اي حاجه يعني. لا يعني دلوقتي كاش دلوقتي على طول عشان بس يعني هم اخذوا الاوراق بتاعي يعني صفوه. ايه المفروض الساعه 3 تسلم الغرفه ساعة ثلاث. مش مشكلة بنحسب يعني احنا فرقت علينا يوم نخلهم يوم. ما زبين حاجة. أمولي دي قديش دي؟ 200 247 يعني هذا حساب ايش؟ الطبق دوت اللي أنا جبته لحضرتك. الطبق هذا بتنزل لأنه عارف جديد يعني. على أساس جديد. على أساس جديد يعني. والله حلوة حاجة رخيصة يعني. كل شيء عندكم لازم بالبداية يعني لازم بيجي لازم مع بعض. ايه دوت؟ يعني تصميم لازم مع بعض الكوب مع ال لا 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 يمكن عشان السخنية مثلا او كان في حاجة حلوة ولا بتاع مسكت فيه بس. لا اكيد. لا خلاص ان شاء الله. او يمكن كان في حاجة حلوة فيه بس. وكلهم فيهم حاجات حلوة؟ لا صار عشانك انت مسكته بايدك. الله يخليك. الله يعافيك. لا بسيط. تحب اغيره لك؟ لا لا خلاص كفايه. ده حضرتك ده لازم كاش. اتوقع لا 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 عليهم هو لازم. لا لا كاش ده حضرتك كاش. ايه كاش كاش. يعني 208 يعني ليه؟ لازم 5 ريال. لا الاثنين دول 3 ريال يا بنت. 208 ريال. لا 208 مش اثنين. هي العيالات اساسا عاملينها. ايه بس ما طلبناها اصلا يا فندم. بس حضرتك اكلتها خلاص. معلش بقى. حضرتك طيب اكلتها ايه؟ ايه اكلناها بس عدلوية. وقلت طعمها حلو وبتاع عجبتك. ايه عجبتني. تعال احنا وين احنا 200 والله انا عارف. انا هكتب شيك صراحه.
انا بس حضرتك في 500 ريال ممكن اجيب لك الباقي. لا بس محتاج لها. حضرتك محتاج لها؟ لا انا فكرت 208 درهم. لا لا 208 ريال. ما عادش حضرتك تدفع يعني؟ ما دريني اصلا شو اسمه والله اذا سعادتك كل يوم بتمضي انما النهارده لا صحيح عشان تخلص بس انا ما ادري يعني فكرت شو اسمه وين السعر اللي كان يا فندم؟ الحساب الاكل الاولاني؟ الاكل الاولاني عملت فيه فاتوره ولا لسه؟ هذا هو الفاتوره دي اصل الاول حضرتك بتمضي كنت راشي اسعار دلوقتي كاش النهارده كل يوم سعر خاص 30 ريال كويس تعمل تشيك اوت تشيك بعد اذنك إيه؟ لازم تدفع كاش يعني بس عشان تدفع إيه بس السعر مش 30 ريال السعر خاص لنا ما هو سعر خاص ده إيه؟ حاجه لحضرتك العشاء إيه؟ عادي بس إيه؟ ده عشان دوت اكل جديد إيه؟ بسعر كده بس تعال ما عندنا والله انتفاع هذه الصراحه انا ما دريت عن هذه طب حضرتك طب بعد اذنك ممكن تدي 3 ريال وديني 500 ريال بعد اذنك 500 دي ليه واحده بس بشتري تذاكر وعندي شويه التزامات فيه مش هتقدر حضرتك يعني تدفع؟ لا ما اقدر الصراحه طب بنعمل ايه دلوقتي؟ حل ايه؟ والله حضرتك مسافر امتى؟ ليله الليله؟ ليله طب نقدر نخلي الشنطه وبعدين تبقى حضرتك تجيبها والله صعب بعد تخلي الشنطه انا ما ادري انت لو انك قايل لنا من الاول كان افضل ما انا قلت لحضرتك دي اكل جديد ما قلتلكش عينات ديت اي بس انا ما فكرت كان جاي بتطوقني اياه بس لا دواك دواك حضرتك طبق يعشي ثلاث انفار برضو يعني بس دي الصراحه يعني فيها نوع من من ايه؟ تقرير ابننا يعني ما درينا احنا ايش القصه من اول انا ما انا قلت لحضرتك ده اكل مش عينات صح قلت لنا اكل بس هل اعطيتني الحقيقه عن الاول يعني هي المشكله دلوقتي حضرتك يعني بالنسبه للدفع اي طبعا طب حضرتك ما تكتب لي شيك ما عندي والله شيكات لا عندي شيكات دفعت لي شيء تقدرش تسيب لي الساعه طيب الساعة بعد يعني ما لغاية ما لا الساعة تحط في الأمانات لما حضرتك تبعت لنا شيك نبعتها لك في طرد والله الصراحة شكرا لك وصاحبة راكب يعني وين خلاص يعني ممكن أقابل درويش بس فاهم لا 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 ولا درويش بتاع أنا أقول لحضرتك كان معاك برنامج الكاميرا الخفية لا مش نظيفة العربية لا لا خليها لا مش نظيفة صدقني لا 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 خليها ليش؟ لا خليها لا 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 مش نظيفة أنت عارف عارف أنا لما أعمل تعالى بص تعالى 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 دي يبقى تمام بعد كده لا سوي خراب اليوم قتل أنا هناك ودي بعدين هذا 50 ريال بس لا أنا أبي زيد 50 ريال أنا يعمل لك كمان لو سمحت 50 ريال أنت ما تسوي شيء أنا يسويها أنت يدفع 50 ريال لا بس المكينة طب تعالى بس كمان حالة. ما في مشكل انا يسويها انت تدفع 50 ريال بس مين يسوي انت الحين خلق مي اه خلق مي انت يدفع 50 ريال لا ما يصير انت الحين لازم يدفع 50 ريال سوي قوي مني لا مش قوي منك بس لازم يدفع 50 ريال انا في ميه حطيت هنا. ليش حطيت انت انا في حطيت ميه هذا مو ميه هذه فكرت انا حمار ليه حمار انت فكرت انا حمار ليه ها ليه تعدي يعني لا بس انا في ميه حطيت تعدي مني ايوه بس في ميه انا حطيت لازم انت يدفع 50 ريال انت ليش زعلان يعني. انا في مسكين ها انا في مسكين انا اقول لا تسوي شيء بس 50 ريال ليش خدت مي ليتل ليتل خلي سفي يعني 50 ريال ليتل ما في مشكل يعني انا بدي علمني انا في مسكين تعلمني؟ انت يشوف انا في مسكين, مسكين في شغل انا ايش اسوي انا نفس الشيء انا مش سايب انا قطري مش قطري انا خرجي انا اجنبي يعني انت في مسكين تعرف انا كم شغل تعرف كم ما تعرف كم اكبر اكبر واحد ثاني هذا كفيل هذا وين انت مال كفيل انا يدي انا يعطي انت 50 ريال خلي هذاك مش احكي ده ليه تسوي هذا انا يعطي انت 50 ريال اوكي خلي خلي خلي, خلي. لا 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 انا يعطي انت في مسكين يعني انسان يشوف انا ما يبي منك لا بس انت في مسكين مسكين أنا عشان مش هذا مسكين لا تخوف ربي يعني لا تسوي مسكره كثير لا يسوي اوكي انت مسلم يعني انت مش كفار اذا كفار يسوي كلام ماليش لكن مسلم لا تسوي يعني مسكره يا واجد مش احسن انت تسوي ارمي مايه لا كيفك يعني ايش هذا
سوري سوري انا اسف مال الشغل بس ما كانش الواحد يعمل شغله مظبوط ما يبقاش تمام طيب بس انا اسف جدا يعني بس خلاص اسف عايز حضرتك انا معاك منين بالظبط لا مش عاوز والله ليه يا فندم بالمره لا شكرا ليه انا شايف فيها شكرا بس الله يخليك شكلها مش طبيعي لا شكلها طبيعي طب بعد اذن حضرتك 50 ريال عشان المايه اللي دلتها دي طبعا بعد اذن حضرتك يا سلام انا دارق ميه يا فندم والميه دي بفلوس مش ببلاش بس سيبها الله يخليك مش حكايه تسيبها اديني حقي إيه؟ وبعدين اسيبها لو سمحت حق يا فندم لو سمحت ناو ناو اوكي ثانك يو No. كلش اوكي هو معلش كده كلش 50 50 اوكي سنت كده اوكي انا تشنج هات 50 ريال No, I didn't ask you. 50 ريال No. Another 40? No, normally only 5. Yes, I will tell you. This, I اعمل 50 ريال No. Everywhere only 10. حضرتك تعالى بص هنا وشوف المايه دي. انا عارف المايه بتاعتك. ايه؟ لما جيت حطيت ايدك كده. طيب ما هي دي المايه بتاعتي طب حضرتك ايدك كده طب المايه دي ببلاش ايه ببلاش المايه دي ازاي ببلاش يعني ما اخدش حاجه طب انا يا اخويا حطيت ايدك حاجه نفس الحاجه وانا واقف هناك ببص لك ولا جد ولا حطيت ايدك كده جميل جدا وبعدين وبعدين ما تشتغلش انا مره ثانيه هسحبك هوديك السجن على طول طيب المايه دي ميتي انا طب بعد اذن حضرتك I told you no but I okay that's now. Your fault 50 reals please no way okay get the police sir Go on, away. Thank you. Thank and you. This? And this? Huh? This? For you? No. Oh, no. Huh? 50 reals, please. No way. Come. 50 reals. Huh? 50 reals. 50? Yes. No, please. No. 50 is yeah. No, please. Yes. No. 50. Little. 10. No, 50. No. Another man, 100. You 50 only. Okay. Don't be stupid. No, 50. No. No, 50. Hey, get up. Why enough? 50. Hey. ما في مشكلة. No. 50 reals only. Yellow. 50 reals. No. Candid camera. Crazy, that's a candy camera.
تعال بس. حياك يا بحياك. حياك تعال. تعال. كم معك كاميرا تلفزيون برنامج الكاميرا الخفية. أيوه. ها؟ هذا يبا الله يسلمك. برنامج حق رمضان. شنت عينك عينك انا حسر اشوف مين فيه المسؤول في انا عايز اسال حضرتك سؤال بدي اشوف البوليس بالله لو سمحت يا ممكن سؤال ممكن سؤال بدي اشوف خلاص بالاقناع بالاقناع ممكن سؤال بعد اذن حضرتك بديش اسال لو كاميرا التلفزيون برنامج الكاميرا الخفية هو قبله جري انا عرفت مش هو تغير فيه لو انا الشاب بشكله يا احمد دخل يا أستاذ محمد أنا مش محمد أنا قيسومي يا حبيبي السلام يا راشد سمعت إن شاء الله عقب يومين بتطلع الحمد لله وشكرا لك على كل شيء عموما أنا حجزت لك على أول طيارة ولازم ترجع هناك ما يصير أنا وياك غايبين عن الجريدة حاضر اللي تشوفينه ألو إي نعم لحظة مدام لك تليفون ألو مرحبا مدام شهرزاد اسمعي اخذي زميلك يا حضرة الصحفية العطرية وارجعوا محل ما جيتوا فاهمة اعتبري هذه آخر تحذير وما هو بكل مرة تقدرين تفلتين يا مدام شهرزاد وعلى فكرة مدام احنا إذا نبغيك ترى نقدر نطلعك خير ايش في راشد انت متاكد من الاجراءات الامنيه هني طبعا 100% ألو سيد بابلو من فضلك أهلا سيد بابلو إيه نعم أنا شهرزاد إيه طبعا عرفت إنزين أنا جاية حالا مع السلامة راشد أنا ماشية تأمر على شيء لا شكرا أقول لك راشد دير بالك على نفسك ولا تخلي أي إنسان غريب يدخل عليك فاهمني
أنا أخذت لك موعد مع السيد القاضي، بس ديري بالك قاضي المحكمة العليا يعني مركز هام ودقيق وحساس. عارفة، واضح. لا بس اللي بغيت أقوله لك إنه لو السيد القاضي عنده أي تحفظات حول المقالة من نشرها أو عدم نشرها، فأرجو أنك تحترمين رغبته، خاصة أن هاليومين هو بيحكم في أكبر قضية مخدرات وباروناتها. إيش قضيته؟ اغتيالات، اغتيال قاضي والصحفي واثنين من الضباط. يا ساتر، دم؟ والقاضي بنفسه ما سلم من التهديد علشان يتنحم القضية. والله ولك وحشة العطرقي، وينك يا المدة؟ بشر. أبشرك بالخير. الله يسلمك، أنا عقب ما تركتكم جلست أفكر شيء بنفسي. ما أدري شلون هالشكل طرت لي فكرة من كلام شهرزاد. إحنا الله يسلمك نحمل رسالة الحب والخير والسلام لكل الناس في هالعالم، ليش ما إحنا نسعى ونحاول نحن نوصل هالحب والخير والسلام لكل الناس في هالعالم؟ الله 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 عليك وعلى أفكارك. زين وبعدين؟ ها، علشان كذي الله يسلمك أنا أرسلت رسالة لكوكبنا عطرك بهالموضوع، عرفت شلون؟ وطلبت منهم أن أنا إذا وفقت في هذه المهمة يلغون عني هالقرار، قرار العقوبة اللي منغص عليه حياتي. انصج مثل ما قالت شهرزاد، مخلوق عظيم. علشان كذي أنا بيك تبتدي معاي في حاجة. شنو؟ ها، إحنا ما قلنا أنت تبي تتعلم؟ بلى. وأنا اكتشفت أن أنا في حاجة للشغل. إي والله صح، كلامك سليم. علشان كذي ليش ما نشتغل أنا وأنت، نعمل ونتعلم؟ خوش راي، بس شن نسوي؟ شن نتعلم؟ أنا أقول لك تتدرب معاي في مركز بحوث الإيدز. شنو ذي؟ أكل؟ لا لا، هذه طرش. يلا يسا، إيش قاعد تقول؟ الإيدز هذه أخطر أمراض هذا العصر، يسمى طاعون القرن العشرين. تفو، بعيد الشر. في اعتقادي أن هذا أخطر على العالم من الأسلحة النووية والحروب، وحتى من الأمراض والأوبئة. تلوث العالم بالمخدرات أكبر كارثة أصابت العالم في القرن العشرين. طبعاً، أكيد يا حضرة القاضي. علشان كذي لازم أحد يتصدى لهم ويوقفهم عند حدهم. تفضلي، هذا آخر تهديد علشان أتنحى عن القضية، وصلني أمس. ما بلغت الشرطة؟ بلغت. تدرين أول شيء سويته اليوم شنو؟ سفرت زوجتي وعيالي، لأن ممكن ينتقمون مني من خلالهم. ألو، نعم، يتكلم. من أنت؟ خير يا حضرة قاضي، صاير؟ يعرفون أنك عندي الحين علشان اللقاء الصحفي بخصوص المخدرات، علشان كذي يراقبوني. أنا خايف عليك يا شهرزاد، أنت تقط نفسك في النار ولا أنت حاسة؟ ومرموش هالخبل ما أدري وين اختفى. لا تخاف، مو هو صاير إلا الخير إن شاء الله. ألو، من هو؟ بابلو؟ خير إن شاء الله. أرجوك تسمعيني زين يا مدام، هذه مفتاح الخزن الحديد اللي في محطة المدينة، أنا حاط فيها وثائق وأوراق مهمة في قضية القاضي، خلي معك. ليش؟ ما أدري، حاسس إن عيونهم تراقبني هالأيام وأنا بعرف شو أسوي. أرجوك أرجوك تخلي المفتاح عندك احتياط. خلاص، اللي تشوفه. شوفي هاللي قاعد وراي، بس أرجوك من غير ما يحس. إيش فيه؟ صار لك من يوم يتابعني صاير مثل ظلي. زين، وانت ايش بتسوي؟ ما ادري،
بس ما عليك، انا ادبر نفسي. عموما انا رايح المطار لان اختي ولدها جايني زياره. بس دير بالك على روحك. خير ان شاء الله، نشوفك على خير. مع السلامه. مرموش مرموش، مبروك طال عمرك، العملية تمت. ألو مدام شهرزاد، الحين اقتنعتي يا مدام ان احنا لو نبيك نقدر نطلعك؟ صح؟ بابلو طمنتي الحين؟ الحمد لله الحمد لله يا راشد. خلاص خلاص يا راشد، انت مالك قاعد هني، انت لازم ترجع وياي. صح يا راشد، انت لازم ترجع. ايش يضمن ان اللي صار في بابلو ما يصير فيك انت بعد؟ خساره خساره. ما علي يا راشد، انا عارف ان بابلو صديقك ويعز عليك، لكن شو نسوي؟ هذا هو القدر بعد، علشان كذي لازم ترجع. وانتي؟ انا ما عليك مني، عندي حساب بصفيه وبعدين يصير خير. عيال خلاص، انا بعد بقعد وياك. لا يا راشد، ارجوك ارجوك ترد وياي، احنا محتاجين لك. والجريده بعد محتاجتك هناك يا راشد، ما يصير انا وياك غايبين عنها، فارجوك لازم ترجع. بس يا شهرزاد راشد، أرجوك لا تحسسني بالذنب أكثر من كذي، رحمني. خلاص أنا وراشد وحسن بنرجع يمين. زين أنا بمشي، تامرون على شيء؟ سلامتك، دير بالك على نفسك يا راشد، مع السلامة. اشتغل 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 اشتغل. وين شو ذا الحزة؟ انا ما قلت لك ما تطلعين ولا دقيقة واحدة، وخاصة هالايام انت ما تفهمين. عندك العطرقة ولا لا اللي تقدر تسألهم؟ هذا ما يشتغل، ما ادري ايش حلتها، والعطرقة مو مبينة من الصبح. ما تردين علي؟ قولي شيء، ليش سافرتني كذي؟ شهرزاد، انت قريتي جرايد المساء؟ لا. تفضلي اقري. وقد اعلن قاضي المحكمه العليا انه سوف يتنحى عن نظره في هذه القضيه المتهم فيها بعض كبار بارونات المخدرات، وسوف يتقدم باستقالته الى وزير العدل و
ويغادر البلاد بلا عودة. مستحيل. أقول لك بنتي اختفوها، وصلوها هناك واختفوها. وين تبيني أسفرها لي؟ القمر هما أقدر مني للوصول له. أرجوك تهدأ يا حضرة القاضي، المسألة إن هذه طوفان لا أنا ولا أنت نقدر نوقفها. بهالسهولة استسلمت وعجزت وانت قاضي رمز مو على حساب هلي وعيالي. لا، هذا العصابات واختفوا بنتي من بين العالم، قدروا يوصلون لها بيت عمتها وهي على بعد آلاف الأميال من هنا. لو المسألة تتعلق بحياتي أنا ما يهمني، لكن عيالي وهلي وبيتي لا. اسمح لي. انزين يا حضرة القاضي، لو أكدت لك أن بنتك الليلة بتبات في بيت عمتها وعطيتك وثائق وإثباتات تفيدك في القضية، التراجع عن قرار الاستقالة؟ كلام يا مدام، كلام. لكن شلون؟ شلون؟ بالسحر؟ إذا سمحت يا حضرة القاضي اترك هالموضوع علينا دي، المهم بس أنت تثق فينا. حياة بنتي ما بلعبة يا أستاذ. يا بابا عطيت جبودنا بنتي، أنت مو بلك بنت بها ترجع بيت عمتها الليلة؟ هي؟ بس أفهم؟ شلون؟ مو بشغل تفهم ولا ما تفهم، المهم توصلوا بخير وبس. ألو بنتي حبيبتي، هلا شلونك؟ لا تخافين أنا معاك. ألو أنت من؟ أبغى أعرف وش تبغي. بنتي عندهم عيال ماني يا حضرة القاضي، أنا عرفت بنتك في وين. الحمد لله على السلامة يا راشد. الحمد لله على سلامتك أنت. خير، إيش فيك؟ والله ما أدري يا أخوي، كل ما وحالتي تدهور وجروحي ما تطيب، ما أدري ليش. ما سألت الأطباء؟ عيست وأنا أسألهم، كلهم يقولوني بخير وما فيني شيء، وإن هذه أثار المخدرات. ورطوني عيال الحرام، ورطوني. في البداية يعزمونك ويهاودونك، تعال معانا خذ إبرة استانس، وعقب ما يأخذون كل ما عندك ودونك يقطونك مثل الكلب الأيرب. لكن الحمد لله على كل حال. شلون أنت الإنسان الواعي الفاهم شلون تورط في سكة مثل هذه؟ ضعفت يا راشد، ضعفت قدام نشوة الكيف والمخدرات، ضعفت قدام شهوة الحياة، وهذه النتيجة. مكسر حالتي حالة. الله كريم يا عبد العزيز. على كل حال أنا مسافر الأسبوع الجاي لندن علشان أتعالج، والله يستر. عيال خلاص بنتلاقى هناك، أنا لاحقك. وين؟ لندن؟ إيه لندن. أنا الله يسلمك بروح ويا أختي وولد أختي. ليش؟ خير إن شاء الله. الله يسلمك، ولد أختي حسن دعمته سيارة وانكسرت ريله، عاد وديناه لندن نعالجه، عاد الحين كل سنة نوديه لندن يشيلون الحديد اللي في ريله. ما يشوف شر إن شاء الله، ما يشوف شر. عيل بنت لاقي هناك إن شاء الله. أنا أول ما أوصل بروح المركز الطبي وباخذ عنوانك إن شاء الله. إلا ما قلت لي يا راشد، شو أخبار المدام شهرزاد؟ الله يعلم شو مسوي وياهم الحين. انترنت؟ شوف لك واحد غير يصدق هالكلام. شلون خذ البنت واختفى؟ اسمع، استوريال احسن لك، لا تحلف بشرفي يا حيوان. البنت لازم ترجع الليلة ولا انسبكم نسف، فاهم؟ خذ البنت واختفى. ايش دعوة ساحر؟ هلا بنتي حبيبتي، الحمد لله على السلامة.
أقول سمعيني زين بنتي، حطوا بالكم على أنفسكم خصوصا هالأيام. إيه لا تطلعوا من البيت نهائيا. زين مع السلامة، بس عطيني أمك أكلمها. ألو هلا، الحمد لله على سلامة البنت أولا، وثانيا حطي بالك على العيال. إيه إيه كفاية اللي حصل. شلون طلبتي تشديد الحراسة؟ إيه إيه زين سويتي. طيب طيب أكلمك بعدين. ها يلا مع السلامة. ها ما قلنا لك ارتحت الحين؟ قرت عينك؟ مستحيل مستحيل، ولا السحر. شفت يا حضرة القاضي، احنا وعدنا ونفذنا. ايش قلت الحين سيدة شهرزاد؟ نعم سيد شهريار. نعم الا انت صج صج اسمك شهريار؟ ايه ايش في اسمي مو بعجبك؟ وانت يا شهرزاد زوجته؟ ايه في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس غريبة فعلا. ايش عليك اضحك، بنتك وردت لك ولا احنا طقاق طقنا؟ يعني شلون بتنادي لي مسرور مثل شهريار في ألف ليلة وليلة؟ إذا بتم كذي تكركر علي أظن ما سويها. بس أخ وينك يا مرموش؟ مولاي على كل حال موعدنا باكر في المحكمة. حكمت المحكمة على المتهمين الأول والثاني في قتل اثنين من ضباط مكافحة المخدرات وأحد القضاة وأحد الصحفيين قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام شنقا، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين الثالث والرابع. رفعت الجلسة. فعلا كنت رائع يا حضرة القاضي. ها في ذي المرايل اسميك انك ريال من ظهر ريال. حضرة القاضي ممكن حديث سريع لمجلة الشمس؟ ممكن. حضرة القاضي ممكن لقاء لجريدة الشروق؟ حاضر. حضرة القاضي ممكن توصف لنا شعورك لما العصابة خطفت بنتك ولما رجعت بسلامة؟ تحت أمرك. حضرة القاضي أنا هنيك على النجاح الكبير، تفضل هذه هديتك.